على ضوء إقرار وزراء السياحة بدول مجلس التعاون باختيار المنامة كعاصمة للسياحة الخليجية لعام 2016، أكد الشيخ خالد بن حمود الخليفة وكيل الوزارة المساعد للسياحة بوزارة التجارة والصناعة والسياحة أن مشروع عاصمة السياحة الخليجية سيسهم في تقوية العمل السياحي المشترك بين دول مجلس التعاون، وذلك من خلال تزاور الخليجيين لبعضهم البعض. الوكيل المساعد للسياحة قال في تصريح أدلى به إلى مركز الأخبار، قال إن الوزارة في صدد وضع برنامج متكامل يتضمن على فعاليات سياحية تستهدف العائلات الخليجية بالدرجة الأولى. شارك سعادة الوزير التجارة والصناعة والسياحة في اجتماع وزراء السياحة بدول مجلس التعاون، وطرحنا في الاجتماع أن مشروع عاصمة السياحة الخليجية، وهذه المشروع طبعا سوف يساهم في العمل المشترك السياحي وتقوية العلاقات بين الدول من خلال تزاور الخليجيين بعضهم البعض. فأبدو أصحاب المعالي الوزراء موافقتهم على هذا المشروع، وأقروا أن المنامة تكون عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2016، ومن هذا المنطلق سوف يكون هناك برنامج متكامل سوف نعلن عنه قريبا بإذن الله، بالفعاليات والبرامج السياحية على مدار العام تستهدف الخليجيين والعوائل الخليجية بدرجة أولى وجميع السواح من خلال المنطقة والعالم بإذن الله.